مباراة ترجي ريف التونسي والنادي ريف صفاقسي، مباراة كانت بالنسبة لي أنا مش الدقيقة 89 لصالح سينا بن معلول. ترجي ريف التونسي قدم في مباراة ممتازة، مباراة من أحسن المباريات اللي كانوا في البطولة، أحسن حتى من مباراة نجم ريف الساحلي اللي ما نجموش نقيموها بالطبيعة أصلا برسونا فر التوقف الكبير اللي صار للبطولة والتوقف الكبير اللي صار للاعبين في نسق المباريات. مباراة نادي ريف صفاقسي شفناه إلى حد الآن في الدقيقة 89 ماشي كيف ما نحن نحبه، نرقاه تغييرات تخلي نادي ريف صفاقسي تزيد تاخذ ثقة في روحها باش تمركي هدف التعادل، تزيد تسكر ترجي ريف التونسي اللي كانت تنجم تدخل صابر بوغري على الأقل من دقيقة 70 من دقيقة 80 من قبل حتى ما تمركي نادي ريف صفاقسي هدف التعادل، يخلي ترجي ريف التونسي باش يسجل الهدف الثاني ويرتاح كومبليتمون، على خاطر كان تنازلو في ملعب مش ملعب نتاعك مع جمهور مش الجمهور نتاعك وقدام فريق يحاول أكثر ما يمكن باش يستغل الأخطاء البدائية اللي قام بها الدفاع في آخر الدقائق سجل لك هدف التعادل. بعدك على الصدارة وبعدك على نجم ريف الساحلي توا 5 بوان صدقني ربي، خاطر نجم ريف الساحلي إلى حد الآن رابحة 2-0 اتحاد الطاوي. يعني أنا ما نجم نقول كونشي هكا البرتربسيون اللي صارت لصدق تبشي في مباراة تبايا حتى في الأخطاء القاتلة اللي قام بهم بعد هدف التعادل ومعاهم الفوق مباراة نجم ريف الساحلي. يقولي أنا نطلب من المدرب أنه يراجع حساباته للحارس، عندنا بلاصة ما لازمناش نضيعوها، عندنا مباريات كبيرة ياسر قدام الزمالك هذه ديما لازم نحطوها في بالنا، مباريات البطولة الوطنية ماهمش باش يكونوا 100% انتريسون بالنسبة للترجي، عندنا مباريات كبار عندنا مباريات وعندنا نسق كبير ياسر مع دي جوار دي كاليتي كبار ياسر، أخطاء بدائية كيما هكاك ما يقبلهمش ترجي ريف تونسي وبالمستحيل يتسابع لو كاين واحد يضمن بلاصتو. يعني بالنسبة لي أنا صدق دبشي بعد زوز مباريات كيما هافوما في زوز مباريات كنا نجموا نربحوا منهم 6 بوان كاملين ونحاولوا نقربوا للصدارة ونحاولوا نرجعوا. كانت مباراة أو بالأحرى مانيش نحكي على الشوط الثاني خاطر الشوط الأول كان أحسن شوط الأول شفناه فيه بالرسمي تناسق نظام، أنا مانيش فاهم الشوط الأول بعد ما سجلت الهدف الأول نتاعك كنت تنجم تكمل بيه الهدف الثاني والهدف الثالث بطريقة مزيانة برشا، سيرتو عجبتني ثنائية بين أنيس البدري وحمد الهوني، وأنيس البدري سينا بن معلول قاعد يعرف كيفاش يوظف فيه خير من اللي كان جناح أيمن دريبلاج نقص له رابيديتي نقص له نفرة التقدم سنه اللي يخليه كصانع ألعاب يفك ياخذ الكرة يربحها يربح فوت بالرسمي كانت تخليه كعنصر ثاني لمحمد علي بن رمضان صنعوا اللعب وحسنوا الترجي ريف التونسي في المنحى الهجومي بريمير ميتون حتى دوزيام ميتون، بعد دوزيام ميتون شفنا فيها برشا هفوات سيرتو حتى في الهجوم حتى في الدفاع، من غير ما نرجع اكثر للدفاع خاطر بالرسمي كيما نقولوها حاجه تتوتر تلقى طريقه كيما هكاك يلعبها الترجي ريف التونسي اللي كانت نجم المباراه توفى 3-0 4-0 قدام الجمهور. ما نجم نقول لك كونتي ترجي ريف التونسي ما عرفتش كيفاش تستغل الربح نتاعها، ما عرفتش كيفاش تزيد الثمن الهدف نتاعها، دخلت ريال الفايده دخلت محمد علي بن سامحوني دخلت محمد علي بن حموده ودخلت في اخر دقائق صابر بوكرين اللي كانت نجم تدخله من دقيقه 70 ومن دقيقه 80 وقت اللي نادر الصفاقسي قبل ما يعدل يزيد يخنق اكثر الدفاع نتاع سامحوني يزيد يخنق اكثر المليون نتاع نادر الصفاقسي دافرن دخولنا بكاميرا اللي قلب نادي ريف صفاقسي 360 درجة مع أشرف الحباسي، ولا نادي ريف صفاقسي يعرف على شكون يلعب، ولا نادي ريف صفاقسي يعرف كيفاش يمرر الكرات ويعرف كيفاش يسدد الكرات نتاعو، أخطاء بدائية كفرت ترجي ريف التونسي 3 أهداف تعادل. يوفولي بالنسبة لي أنا مباراة حتى لو كانت مزيانة وحتى لو كانت مباراة محترمة لترجي ريف التونسي أنا ما نجمش نحكم عليها نظرا اللي صار، اللي صار ما يجيش كسوة من صدق دبشي من الدفاع حتى لو كانت التغييرات نتاع سينا بن معلول ما يجيوش، كنت تنجم اكثر ما توخرش التالي ما تسكرش التالي، يفولي نعرف العقليه نتاعك باللي حتى لو كان انت تماركي تقعد اكثر مش تعاود تماركي، يفولي العقليه باللي نعرفها نتاع سينا بن معلول قبل ما نعرفش علاش في المباراه هذه خممت انك توخر التالي وقت اللي نادر بس فيه خبات ثقه اكثر في روحها. هذا هو اخر فيديو، ما تنساش لايك والاشتراك، موعدنا ان شاء الله في الفيديو الجاي.